اهلا وسهلا. الحين يا وقته نسوي بيكن. البيكن يا جماعه شغله طويل شوي، بتشوفوا كثر الخطوط اللي استوت عندنا الحين. انزين، انا مو باخرب الخطوط هاي كلها، فشو بسوي؟ ابا طلع سبلتر، نكمل الخط باندر جراوند بلت، بعطيه مسافة قد ما اقدر، بعطيه مسافة قد ما اقدر. نطلع هذا، نطلع هذا، وهاي كلها شغل سبلترز الحين. مثلا يعني بشوف حق ممكن اطول مسافة، اصلا مسافة مش عيب التنية تمام صدق. الحين بسوي البيكن. البيكن شو شغله؟ شغله يشل المودلز اللي كنا نسويهن ويسوي الانتاج عليه. هذا شغله باختصار. ان شاء الله الطريقة اللي قاعد اسويها تنجح اصلا. هذا اقصى شيء. شوف هذا اقصى شيء، هذا اقصى شيء، هذا اقصى شيء، هذا اقصى شيء. خلينا نعدل الخطوط عند بعض، نشوف الانتاج كيف. هذا على شيء، شوفوا هني الشغل السبلتنج اللي نص نص يعني، لأنه وايد زحمة مسوين. أبا أجيبة طريقة يكون السبلت محترم شوي. الطريقة هاي يعني أيوة هيك عند بعض. شو طلعنا خطوط عند بعض نفس الأساسيات. الأساسيات كملوا درهم. أقدر أصغر الحين مسافات اللي بغيت، بس ما يبغى أخله. الحين أحب أحتاج هذا كله لصناعة البيكن. شوفوا لازم نمر بالمرة مصنع البترول، مني بول الخط تاني، خطوط الخطوط تانية سهلة يعني، بس مسافة ممتازة بقى. نختصر الوقت ما له داعي. المصنع قاعد بيستوي الحين شيء ضخم من الاخر، من الاخر. ضخامة مش طبيعية. خمس خطوط الحين نحن حق البيكن بنحتاجهم كلهم، لكن مش دائما بنحتاج كل الخطوط. الهدف ان نطلع من الخطوط بس وقت نحتاجهم يعني، مش شو اسمه. شوف ان هذا ويسار، تعالوا يسترتشون وايد، يطولون لين يسترتشون على فكرة. خلهم يجيبون، بيبونهم شيء تاج عندي شغال، كل شيء شغال وامور طيبة. بيبون بس وايد الحين طالبين، وايد 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 يعني، بشكل ما تصورون. هذا وايد وشوي ترى يعني شيء كبير. بطلع من هاي الشكلي
بجيب انتاج البلتس مالي لوين لين هني، اكبر شوي انتاج البلتس لان وايد مسافة ياخذون من هناك لهني ويوقفون في الدرب ويشرشون وشغلانة الصراحة يعني شارتنج مالهم شغلانة. خلنا نشوف شو وضع المصنع هذا. اوكي نبقى نسوي تناسب شوي، بيكون مصنع كبير فبنسوي له هذا الديزاين اساسا، نحطيه كذا مكان بنسوي له ديزاين، بس انا اظني 300 مو بيكفون ف خلينا نشيل الموجود بعد، نحتاجهم شوية اسرع. اخ اوكي ايه هالوليات ما يركب فيها المودلز ايخ يا الله بلا انتاج تعبان هني، شكلي بحاول انتاج هاي خلصوا اللي عندهم مو مشكلة بيستوي بنشلهم عقب برجع لهم انا هاي بنعكس انتاج هذي للصوب الثاني وبنشل هاي وبنعدلهم. الحين اهم شي نبدأ نكمل انتاج البيكن، نبى نخلص من البيكن. ساعدت البيكن ها كله لجل عيونك، خطوط مصنع رئيسية استتحرك خطوط فولاذ، هذا اللي سويناه بعد الترين الخط اللي دي اتخذته اذا تذكرونه. زين يلا يلا بسبق الاحمر بسبق الاحمر بسبق الاحمر. انزين يلا بسم الله. هذا شو يحتاج البيكن؟ يحتاج ردوا هذا سيركت وستيل وستيل وليد، يعني يحتاج نحن نسوي في هذا هاي الحركة ونطلع هالانتاج وين بروحه، بسوي انتاج شو الربع، بنحط الى 4 سبيد مودلز. كم واحد يحتاج حق الانتاج؟ يحتاج 10، يحتاج 10 كل 15 ثانية، يعني 4 يعني واحد يسد وزيادة يسد، يعني 3 يسدون 2، يعني 2 من هذا يسدون 3 من هذا بالثواني، يبا 10 ستير بليت و 20 الكترونيك سيركت، يعني هذا عنا نحن أكثر من كفاية أصلا. أنا وسعت الكهرباء وهاي الأمور شوي وحركات يعني مش أكثر. فالحين هذا بنيبه بالعكس على اساس ادمجه مع منو مع الستيل في خط واحد، هو الستيل بدخلهم مكان واحد هذي لهم خلنا نشيل هاي، هو الستيل في خط واحد لحظة هذا هو الستيل في خط واحد. اوكي نشل هاي نحط من هنا هني نشل الالكتريك بول نحطيه هني ونوصله في باور سورس، وهذا شو يسوي؟ هذا يسوي هذا وكلهم يسوون نفسه. يا الاوتو سيف والله مش وقتك. زين انا كم خط انتاج بفتح حق هذا؟ تصور خطين بيكون، تصور بيكون خطين، ما اظن بحتاج اكثر. هذا خيبناه احتياطا حق المستقبل، يمكن نحتاج عقب شو نسوي
سبلتر من السبلتر يدخلون عن طريق انا بخبركم هني لين هني هني لين هني سوي ثلاثة ولا شوف يمدينا سوي ثلاثة سوي ثلاثة هذا البيكن مهم بيكون والبيكن كل انتاجه وين يروح الصندوق اللي هني بيكون بكل بساطة بس صندوق بيكون هالصوب هذا هني حط هذا هني ندخل عليه هذا الانتاج وهذا الانتاج وهذا الانتاج ومكان سهل توسع اهم شيء التوسع يعني انا بيوسع بعدين بتلعوز فلازم احسب حساب اني بتوسع من البداية زين هذا بيكون خط لل هذا هني وهذا بيكون هني وهذا في حال احتجتهم في المستقبل وين هني نفس الشيء هذا بسوي فيه في حال احتجت له المستقبل شو اسوي فيه هني ان شاء الله يوصل ممتاز وصل هي وصل وايد حلو وايد لحظة شليته بالغلط سوري وايد اوكي هاي خلاص خطوط مجرى رئيسية في المصنع ممكن تزيد عليها من اي مكان نقص منهم من اي مكان فوايد مهم ان نهتم فيهم نسوي عليهم نزودهم شوي من البيكن يدخل في السيستم ترى وين كان عندنا بيكنز الاول وما يوصلهم الحين لازم يوصلهم غصب هين نشوف هني ممتاز هذه الهن يعني كل 5 ثواني يجيني بيكن لا لا لا. بس البيكن خليه تجقد مويبه مو مشكلة كم الستاك 50 200 ات التايم لين 300 ماكسيم هذا بيكون 2 4 6 ستاكس بخليه انتاج البيكن الحين في عندنا بلو برنتس نحن نريد سويناها فيهم بلو بيكن ترى بس مش محطوطات نفس الستيل سملتر اللي هناك وفي لهنا سبيد موديولز بعد بس هذا وايز نوت تيكينج انيثينج اوكي سوري والله اني عبقري انا اقول ليش ما ينتجون شو السالفه وين المشكله شوف الحين بيهم بيشلونه بيحطونه بيبنونه هناك خلنا نتبعهم في الماب هذيلهم تذكرون هاي وبيروحون ياخذون حقهم سبيد موديولز شوفوا والسبيد موديولز هايل اللي فيهن بيمد الباقيات معادله بسيطه الحين من الجزء هذا بيبدون يعبون الفراغات الحين اي ديزاين بنسويه بيكون غير بيكون بيكن لازم بيكن انزين عشان في وقت للحلقة بنسوي شيء ثاني بما ان عندنا خطوط انتاج هني هذا بخليه فاضي باخذ خطوط انتاج لي اي جهة هاي الجهة هاي الجهة
ايه جاهزين نبه. هذيل انا لازم اسوي امتداد للجير مالي هذا بعد جير بعد احس يبالي يكون خط رئيسي في المصنع بس مش مشكلة خلي الحين نفس ما هو. الحين شو ابانا حق الليزر ابا بتري شو وقع البتاري هني في عنا 200 في اللوجيستكس بس ولا كم بتري عنا في اللوجيستك عنا 3000 في عنا انتاج بتري حلو يعني ممكن انا اعكس اللي يسوي هذا واخليه يشل بتري داخل بس بعد ما يستاهل الريسك بس عندي 3000 في النتورك عندي 3000 في النتورك هذا حلو فنان. شو بسوي دام عندي الخط هذا هني بحطي في النتورك الجير وبسوي مكان اول مكان بنسويه في الحلقة الجاية بذكره انه يسوي كل شيء out of boxes عن طريق الروبوتات خلاص ما بحطي احزمة حقه بشوف كيف بيكون وضعه هذا بخليه الحلقة القادمة عادة مو بخلي سويها الحلقة لانه بيطول وايد فشوي بقصر عليكم هني وبالعوزكم بس انه خلى النظام اللوجستي هذا خلاص نستعمله استعمال شي جامد وسكر الحلقة هاي الحين بس شفتوا كيف سوينا البيكن وشفتوا البيكن خلنا نسير عند البيكن ناخذ لكم تور مرة واحدة لحظة عندي انا وايد وايد ترى منبر شوفوا عندي 3000 شي لوجستيك وعندي 2000 وشي شو هذا عندي 83 روبوت كم الكاباسيتي مالهم ما يقول لي بلاير واحد اللي هو انا هذا البيكن البيكن بيبو له سبيد مودلز موجود في السيستم بس مثلا هذا يوم نحطي فيه شوفوا شو يسوي هذا يعطي السبيد هذا حق اللي حوله نستفيد منه يعني عرفتوا بس هذا الفائدة الأساسية منه لأن مش كل شيء فيه سبيد مو كل شيء فيه سبيد هذا انتهى خلاص هذا انتهى هذا انتهى هذا انتهى هذا انتهى هذا انتهى خلصوا اللي تحتهم من أول السلسلة وشغالين حفر مرة خلينا نحطيهم أماكن جديدة والله عندي من هاي زين خلصت ومفتكت وعندنا اروم اجرب انتاج حد في هاي الباقين بس نت ورثت خلها هذا عقب بشل البقعة كامل بفت في يقرأ انت انا عندي من هذا ما عندي عندي من هذا عندي يود كهربا عشان ما تزعل يود سبيد مودلز بعد كلكم ها هذا شليت عنكم شوفوا ممكن نجلب واحد من هاي اذا بغينا مثلا عندنا انتاج وايد الحين مثلا بشل نص هاي المشكله ونيب هذا نحطيه بالعكس ونمشي عليه بالعكس هذا هني هني ها هاي بالطريقة زدنا الانتاج او حتى ممكن نشيله هني يعني بهذا كمل على الخط المصوب الثاني لان انتاجه عالي انتاجهم خفيف هذا ما نباه هذا خلص شغله ولا اقول فيه هني خليه ينتج منه عندك كهرباء عندك كل شيء
هاستوي بتستوي عنده مساحة فاضية ترى بدأ يخلص الإنتاج اللي هني. مو شيء زين ومو بزين. مو بزين يبالي إعادة زيارة. دائما واحد يشوف موجود عندنا سبيد مودل صح ها عندنا 100 في النظام اللوجستي بس هذا اي موديل يبقى بالضبط مش محدد في البلو برنتا خلنا نعقلها سبيد مودلز هذا يحول السبيد اللي فيه لمنو يلا يبقى لبل توشو يلا هذا المدير زين مو سيء هذه البكن شغلات الحين الحين من نحتاج ستيل بهني ترى بسرعة بينتج كل شيء هذا المصنع الضخم هذا كله هذا متأخر وايد شو اللي ناقصني على فكرة طلع لي ريسير زيادة ما سويته الحين أظن بيطلع لي أظن بحتاج أبيض كني شفت واحد أبيض هذا هي أبيض كني بحتاج سبيس ساينس باك ليش الريسيرش باور مالي تعبان عندي نقص في الاصفر ولا في شو في الميليتري ها مره مركب لنا هاي السبيد مودرز زين خلا اركب لهم السبيد مودرز خلا يشتغلون اسرع بيبو يعني اللي ناقصني الحين زين شو اللي ناقصني على اساس بنفسجي بنفسجي من وين هنا مهني حبيب بنفسجي ليش ناقص شو ما عندك الكتريك فيرنس ليش ما عندك ما عندك حصة خاسي الحصة يا خرك انا الحيد اني حصلت هني مجموعة حصة طيبة ايوه هني 2.4 مليون ستون خلنا نصير نشيلهم ونجيبهم ما في شيء اقرب لو بناخذ من 2.4 مليون خلاص ولا يزال بنجيب لهم الكبير بنجيب لها الخطير ولا اقول هذا دايركت بينزل وين هذا البنفسجي مش هني هني بيكون دايركت اكثر على منه دايركت على هذا خلني بندق مش الاوفر هيد ويانا في هني هذا مشكلة في كهرباء قريب فيه عنده مرة ما بتعب روبوتاتي تعالوا كفو البور ارمر والله لو البور ارمر انا عندي افجر عملي ترى شيء قوي اظن الحصة اللي فوق اصلا خلص بكبرى انا ممكن استبدل كل اللي عندي ترى بالالكتريك فيرنس بس الحين ما استبدل شيء الالكتريك فيرنس ولا ممكن يعني جدا سهل هذا هني واحد اثنين اوفرهيد اول هد هني وين ما كهرباء مالك هني 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 هالتصميم ترى وايد تعب ولا اشتغل على واحد اوكي
هذا تعبان بالخاطر تصميم اي شيء. مد مين ستريم هذا مش شيء. لا غلط. متى اسوي الشوارع بالطريقة هاي؟ هي خط سيدة. خدمتك شكرا. اوكي الدروب البعيدة. نعم انها طرق بعيدة. انا ابغى اوديه وين؟ ابغى اجيبه صديقنا هني تحت مش فوق. ابغى اجيبه تحت. فشو بسوي؟ المفروض ما امشي هني. صبر. المفروض اني من هالطريق لين ندخل عندنا هذا المكان والمست حطيه في مكان اروم ابني اذا بغيت اتوسع. طريقة سهلة هي مثلا من الجوانب. هاي لو بتوسع بس يكلي بولا اندر جراوند بلت صح. هاي اندر جراوند. اندر جراوند هني بس. هذا اهم شيء في الموضوع كله. هني انسوني اخذ الانتاج هذا خلاص. خلهم ينسونه. ايش محتاج اخذ انتاجهم هني. خلي ابا اسوي شو. هذا شو محتاج؟ هاي سوي جير ما يخصه في الموضوع شيء. هذا اللي يبغى شو محتاج طوابيك. محتاج 10 طوابيك صح. محتاج 10 طوابيك. وهذا قام ما يقدر يلحق على الانتاج اللي كان هني. هذا مش انه ما يلحق. خلص خلاص خلاص راح. فشو بنسوي؟ انا عندي فرنس. ما عندي فرنسة. اوكي شيل فرنس من هني. خلاص خلص اللي حصل لهني. انتهى الوضع. انتهى. ما نبغى وايد فرنس حق هذا. ما نبغى وايد فرنس. واحد شل 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 شلها من جيبي ما خلاني اكمل. هاتوا لي فرنس الزين من مدى خطوط. الله يخس الهايس. ما بوايد فرنس. بعد ليش 50 تولي 5 غير هني. انزين هذا كان مفروض ان ينتج وين هني. لكن شو استوى فيه؟ خلص. اوكي ما يستوي. شلون هاي ما يستوي صح؟ ليش شلون انتو هاي ننتجو حاليا؟ نبي بخط فحم من هني. انا عند الفحم ما بي من اخر الدنيا. لحظة انا غلطت في هالحركة. اوكي وين صديقنا؟
فحم و هذا وطلع لنا طوبق. انا ساعكس خط اصلا من الصبح. لحظة شو السالفة زين وين بتلعيد؟ انا قلت شو السالفة. اقول حسيت في شي غلط، في شي ما كان قاعد يضبط. زين وين الانتاج بيروح؟ بيبقى هني دايركت مكان شمنو القديم. ممكن يبقى اندر جراوند يبقى من تحت ترى على فكرة. يعني بس احس ما له داعي انه شنو ناقص، ناقص منه شيء ثاني؟ لا بس روم يب اندر جراوند بشوف كيف يستوي. زين يمكن نحب يبوا عليكم فوق. تعال انتقم من هني. واحد ثاني اوفر هيد. خلنا نشوف وضعه كيف الحين. خلى يبني معنا بنفسجي، كان عدلنا المشكلة. هاي اللي بيكونوا اكثر من كفاية يعني. حتى يمكن احط بيكن عندنا عادي يستوي بعد، بس ما احتاج ابدا ما احتاج. بس هاي خلنا نفتك منهم جيبي سويا الزحمة. استوى عندنا خط جديد للحصان من اخر الدنيا بنابع. امورة طيبة والله. احس يبالي اكثر ترى. بسيطة اكيد يبولي غيرهم خمسة صح؟ ما يبولي فران غير؟ ليه يحطون سيرتش؟ ما يريحوني بدل ما قاعد طالع هذا كله انا متلعوز. تعال اذكركم ما ابوكم ما ابوكم ما ابوكم ما ابوك. ليش انه هذا كله انا اعرف شو المشكلة كالعادة. نزل خلني بهذا نعقى من هني. خلني بالنحبة من هني ونزيد الانتاج. فرن بس خلاص ما بفران اكثر. اتيبون هذا هني وده هنا. يلا الحين عبوا عبوا وديله. خلاص جيت خلص. هالحلقة كانت اليوم مخصوص ان سوينا بيكن، شو يسوينا شغلات زيادة بعد. بنشوفكم في الحلقة الخادمة ان شاء الله على خير.